الموضوع بنقرأ من صحيفة الجارديان، 300 مليار دولار خسائر فلوريدا بعد إعصار إرما. توقع محللون اقتصاديون أن يرتفع إجمالي الخسائر الاقتصادية لإعصار إرما في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 300 مليار دولار أمريكي بعد أن دمر المنازل والشركات والمحاصيل الزراعية على رأسها مزارع البرتقال. قال المحللون حسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية أن الممتلكات التي وقعت في مسار إعصار إرما تقدر بنحو 2 تريليون دولار، مشيرين إلى أن التأثير المحتمل أيضا على أسعار الأغذية في الولايات المتحدة، نظرا لأن فلوريدا هي ثاني أكبر منتج زراعي في أمريكا وأيضا ثاني أكبر منتج لعصير البرتقال في كل العالم. نقلت الصحيفة عن عضو مجلس إدارة شركة التأمين الألمانية العملاقة ميونخ ري تورستون أن إعصار إرما كان حدثا ضخما في فلوريدا وحدثا ضخما أيضا لقطاع التأمين. أوضحت الصحيفة أن الإعصار أدى بالفعل خلال الأسبوع الماضي إلى اضطراب الأسواق المالية وهبوط أسهم قطاع التأمين وصعود العقود الآجلة لشركات عصير البرتقال. الصحيفة أضافت أيضا أن أسعار عقود نوفمبر لشحنات عصير البرتقال المركز المجمد صعدت وسط مخاوف المستثمرين من الأسوأ بعد الدمار الذي خلفه إرما في دول بحر الكاريبي. توقع باري كورنز المحلل في شركة البورصة البريطانية أن تصل التكلفة الإجمالية لإعصار إرما إلى 300 مليار دولار، على أن تتحمل شركات التأمين ما بين 100 إلى 150 مليار دولار بعد انتهاء عمليات تقييم الخسائر. ذكرت الصحيفة أيضا أن فلوريدا بتزرع أيضا محاصيل أخرى مهمة بينها الطماطم والجريب فروت والبطيخ وقصب السكر، وأشارت لأن الإعصار قد يمحي ما يصل إلى 20% من المحاصيل الحمضية في فلوريدا والتي تشكل جزءا هاما من اقتصاد الولاية. لفتت الصحيفة إلى أن إرما قد يكون له تأثير طويل المدى في فلوريدا لأن زراعة شجر البرتقال تستغرق سنوات قليلة للنمو والإنتاج، وهو ما قد يحد من إمداد الولاية للبرتقال لمدة طويلة.